السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. إذا كنت من المتابعين الجدد أرجو منك الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وأتمنى من حضراتكم عمل لايك للفيديو ليصل لأكثر من شخص، وأتمنى تتفاعل معي في التعليقات، وشكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم. الفيديو بتوقيت مصر وهو نفس توقيت ليبيا والسودان وبلاد الشام. لو حضرتك عاوز توقيت العراق او مكة او الكويت او قطر او البحرين من فضلك اضف ساعة للتوقيت. لو حضرتك عاوز توقيت الامارات او عمان اضف ساعتين من فضلك. لو عاوز توقيت المغرب او تونس او الجزائر من فضلك قلل ساعة من الوقت الموجود. لو عاوز توقيت جرينتش او موريتانيا او انجلترا من فضلك قلل ساعتين من الوقت. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع قناة معلومة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة. هنتكلم عن كأس مصر. بدأت مباريات كأس مصر في دور الـ16 ليلة أمس السبت 15 فبراير 2020. المباريات بدأت في دور الـ16 طبعا بين أبو قير الأسمدة وحرس الحدود، وانتهت فوز أبو قير الأسمدة 2-0. أحرز الأهداف أحمد العش في الدقيقة 9 وهاني السيد في الدقيقة 79. ثم الاتحاد السكندري فاز على أسوان في نفس اليوم 2-1. احرز الاهداف عبد الله السنجهاوي في الدقيقه 25، محمد صباح في الدقيقه 55، وهدف اسوان جاء عن طريق محمد عبد المجيد في الدقيقه 69. خلينا نتعرف على باقي المواعيد بالنسبه لكاس مصر في دور الـ16. وادي دجله هيلعب مع نادي مصر يوم الاحد 16 فبراير 2020 الساعه 2 ظهرا بتوقيت القاهره. طبعا باقي التوقيتات انا سايبها لك في اول فيديو، انت تقدر تشوفها براحتك. القناة طبعا القناة ناقلة لكل مباريات كأس مصر هتكون اون سبورت، وكذلك قناة تايم سبورت بتذيع برضه سواء كانت الأرضية أو الفضائية. طلائع الجيش يلعب مع مصر المقاصة يوم الاثنين 17 فبراير 2020 الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة اللي هتذيع اون سبورت. المقاول العربي يلعب مع المصري يوم 19 فبراير، غالبا الأربعاء 19 فبراير 2020 الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، والمباراة تذاع طبعا على قناة اون سبورت. الاسماعيلي هيلعب مع بيراميدز يوم 21 فبراير 2020، وغالبا اليوم ده يكون جمعة تقريبا. المباراة هتكون الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، ستذاع على قناة اون سبورت. أما الأهلي بقى هيلعب مع الترسانة، وكذلك الزمالك هيلعب مع سموحة. هما الاتنين هيلعبوا يوم 2 إبريل، يعني لسه بدري جدا طبعا. يوم 2 إبريل يكونوا خلصوا كل مبارياتهم بقى في أفريقيا وكل الموضوع ده. 2020 2 ابريل 2020 الاهلي هيلعب الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، وكذلك برضو الزمالك هيلعب الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. واعتقد برضو القناه الناقله هتكون اون سبورت، لان هي القناه الناقله لكل مباريات كاس مصر. كان معاكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، واسف ان الفيديو اتاخر عليكم لضغط الشغل عندي يعني وضغط الفيديوهات. كان معكم محمد نور الدين، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.